بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، وكان يقرأ في الركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون، ثم رجع إلى الركن فاستلمه. هذه الجملة من حديث جابر رضي الله عنه مشتملة على فوائد. الأولى قوله: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، فقد أخذ منها بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا، وذلك لقول جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هل حج مفردا كما يدل عليه ظاهر كلام جابر رضي الله عنه السابق، أو أنه صلى الله عليه وسلم حج متمتعا أو حج قارنا. وسبب الخلاف في هذه المسألة هو اختلاف ألفاظ الصحابة رضي الله عنهم الذين نقلوا صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت في الصحاح عن عائشة رضي الله عنها وابن عمر رضي الله عنهما وعن غيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا فيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج متمتعا. وثبت عنهم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج، يعني عن العمرة، وهذا أيضا فيه تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا. وثبت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبيك عمرة وحج، وهذا فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الحج والعمرة. وجاء عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني آت من ربي بوادي العقيق وقال: قل عمرة في حجة، وهذا أيضا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. فسبب الخلاف في نوع نسك النبي صلى الله عليه وسلم هو اختلاف الألفاظ التي وردت عن الصحابة رضي الله عنهم في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حاول بعض العلماء أن يجمع بين هذه الألفاظ، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقد ذكر أن هذه الأحاديث كلها متفقة ليس بينها اختلاف عند من
فهم مراد الصحابة رضي الله عنهم بها ومقصودهم منها. فالصواب الذي لا ريب فيه كما يقول ابن تيمية رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، والتمتع في لغة الصحابة رضي الله عنهم يشمل القران، فإذا أطلقوا التمتع فإنه يدخل فيه القران، لأن التمتع قد يكون تمتعا عاما يدخل فيه القران، وقد يكون تمتعا خاصا. فمراد الصحابة رضي الله عنهم بالتمتع هو التمتع العام وليس التمتع الخاص. وأما الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج مفردا فقد رووا أيضا أنه كان صلى الله عليه وسلم متمتعا، فالذين رووا عنه الإفراد رووا عنه أيضا التمتع. ومرادهم بأنه حج مفردا أنه صلى الله عليه وسلم أفرد أعمال الحج، أي فعل مثل ما يفعل المفرد، فلم يتحلل من إحرامه بعد أفعال العمرة، ولم يزد شيئا على أفعال الحج. فدل هذا كله على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. والألفاظ التي وردت عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أنه حج متمتعا أو أنه حج مفردا لتحمل على أنه حج قارنا، إذ التمتع يراد به التمتع العام الذي يشمل القران، والإفراد يراد به إفراد أعمال الحج وأعمال القارن وأعمال المفرد واحدة، إلا أن القارن يجب عليه الهدي إذا لم يكن من حاضري المسجد الحرام. هذه هي المسألة الأولى، وهي قول جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. المسألة الثانية: دل الحديث على أنه يستحب لمن جاء إلى البيت أن يبدأ بالطواف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ بالطواف ولم يشتغل قبله بشيء، ولهذا قال جابر رضي الله عنه: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به عند دخول البيت هو الطواف، ولم يشتغل قبله بشيء من الأعمال الصالحة أو غيرها من الأعمال المباحة. ثالثا من المسائل التي يدل عليها هذا الحديث أنه يستحب لمن بدأ الطواف أن يستلم الحجر الأسود قبل الشروع في الطواف، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الركن كما في حديث جابر رضي الله عنه، وهذا فعل منه صلى الله عليه وسلم يشعر بقصد القربة فيحمل على الاستحباب.
يستحب لمن بدأ الطواف أن يستلم الركن قبل أن يشرع في الطواف، والمراد باستلامه أن يضع يده عليه وأن يقبله. من المسائل التي دل عليها هذا الحديث أنه يستحب الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم، فهذان قيدان: القيد الأول أن يكون الرمل في طواف القدوم، والقيد الثاني أن يكون في الأشواط الثلاثة فقط. أما الأشواط الأربعة فالسنة فيها المشي، والرمل إنما يكون في طواف القدوم لمن كان أفقيا، يعني لمن جاء مسافة قصر فأكثر، لأن هذا هو الذي يسمى قادما وطوافه طواف قدوم. والمراد بالرمل الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، وذلك بأن يقارب الإنسان بين خطاه ويسرع بالمشي، فيسمى هذا رملا. والدليل على هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر رضي الله عنه، وقد رمل النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف من أجل إغاظة المشركين، وزالت هذه الحكمة وبقي الفعل، بقي الاستحباب مستمرا إلى يوم القيامة، وذلك حتى يتذكر المسلمون ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام في بداية الأمر من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والسعي في إظهار شعائر الإسلام ومعالم دينه. فإذا طاف الإنسان ورمل في الطواف وهو ممن يشرع له الرمل، ينبغي له أن يستحضر هذا المعنى. من المسائل التي دل عليها هذا الحديث أن الطواف بالبيت يكون سبعة أشواط، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في ثلاثة أشواط ومشى في أربعة، ومجموع الثلاثة والأربعة سبعة. وعلى هذا لا يجوز للإنسان أن ينقص منها شيئا، كما أنه لا يجوز له أن يزيد عليها شيئا، بل يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قول جابر رضي الله عنه فرمل ثلاثا ومشى أربعا، هذا يؤخذ منه أن الطواف يكون سبعة أشواط، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. من مسائل هذا الحديث أنه يستحب صلاة ركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام بعد الفراغ من الطواف، وقراءة قوله سبحانه وتعالى
واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وذلك عند الانتهاء من الطواف والذهاب إلى خلف المقام. فإذا انتهى الإنسان من الطواف وذهب إلى المقام فإنه يمشي له وهو يقرأ قوله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وذلك لقول جابر رضي الله عنه: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت. وهذا فيه فائدة، وهي تأول القرآن واستشعار امتثال الأمر الوارد فيه، في قوله سبحانه وتعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفيه أيضا استشعار متابعة إبراهيم عليه السلام والتأسي به، كما قال الله سبحانه وتعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. ويستحب أن يصلي ركعتين خلف المقام، وأن يقرأ فيهما سورتي الإخلاص، فيقرأ في الأولى بقل هو الله أحد، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، لقول جابر رضي الله عنه: وكان يقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. وهذا يؤكد ما سبق ذكره، وهو أن أفعال النبي أن أفعال الحج ومناسكه مبنية على توحيد الله سبحانه وتعالى. فإن سورة الإخلاص مشتملة على توحيد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: قل هو الله أحد، فهو أحد في ربوبيته وأحد في ألوهيته وأحد في أسمائه وصفاته. وسورة الكافرون مشتملة على توحيد الله سبحانه وتعالى في ألوهيته وعبادته، وتوحيد الألوهية هو المقصود الذي بعث الله سبحانه وتعالى جميع الرسل من أجله، كما قال الله سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم قد جاءوا الأمم بالدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى في عبادته، وبيّنوا أنه لا يجوز أن يصرف لغير الله سبحانه وتعالى شيء من أنواع العبادة. ولهذا ينبغي للعبد أن يقرأ أن يستشعر هذا المعنى وهو يقرأ هاتين السورتين في الركعتين اللتين يصليهما بعد الطواف خلف مقام إبراهيم عليه السلام. وتسن صلاتهما خلف المقام، ولو أن إنسانا صلاها في أي مكان أجزأه ذلك، ولا سيما إذا كان صلاتهما خلف مقام إبراهيم يترتب عليه مشقة، سواء أكانت مشقة حاصلة له
أم كانت حاصلة لغيره؟ وإذا نوى الإنسان الإتيان بالسنة لكن لم يمنعه من ذلك إلا خشية المشقة التي تحصل له أو تحصل منه، فإنه يرجى له أن يكتب له أجر السنة إن شاء الله تعالى، ولا ينبغي للإنسان أن يدخل نفسه في المشقة، بل إذا غلب على ظنه أن ذلك يؤدي إلى هلاكه أو إلى هلاك غيره فلا يجوز له أن يصلي في مقام أن يصلي خلف مقام إبراهيم بهذا الشرط، أن يخشى على نفسه الهلاك أو أن يخشى على غيره الهلاك. أما إذا كان الأمر فيه سعة فإنه ينبغي له أن يأتي بالسنة وأن يصلي خلف مقام إبراهيم عليه السلام. ومن مسائل هذا الحديث أنه يستحب لمن صلى الركعتين خلف المقام أو في أي مكان أن يرجع إلى الحجر الأسود وأن يستلمه، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر رضي الله عنه قال في المقطع السابق: ثم رجع إلى الركن فاستلمه، يعني بعد أن صلى الركعتين رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الركن واستلمه. وهذا مقيد بما تقدم من أنه لا يترتب على ذلك مشقة، سواء أكانت هذه المشقة له أم كانت لغيره، ولا سيما في هذه الأزمان التي يكثر فيها أعداد الحجاج. فينوي الإنسان أنه لم يمنعه من فعل هذه السنة إلا خوف حصول المشقة، ويرجى له أن يكتب الله سبحانه وتعالى له أجر نيته. قال جابر رضي الله عنه: ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك، قال مثل هذا 3 مرات. ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي، سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا. هذا المقطع من حديث جابر رضي الله عنه في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم يدل على وجوب السعي، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى الصفا وسعى تأولا لقوله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي أن السعي بينهما من شعائر الله سبحانه وتعالى.
وما كان من شعائر الله عز وجل فإن الأصل فيه الوجوب. وقال صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، بصيغة الخبر. وجاء في رواية عند النسائي أنه قال: ابدأوا بما بدأ الله به، بصيغة الأمر. والأصل المقرر عند أهل العلم أن الأمر من الله سبحانه وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الوجوب. أيضا من مسائل هذا الحديث أنه يشترط أن يكون السعي بعد الطواف، فلا يصح أن يكون السعي قبل الطواف، وذلك لقول جابر رضي الله عنه: ثم خرج من الباب إلى الصفا. وثم حرف يدل على الترتيب، وقوله من الباب أي من الطريق الذي بين البيت والمسعى، وذلك لأنه كان هناك بيوت مبنية بين البيت والمسعى، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الباب أي من الطريق الذي يؤدي إلى الصفا. ومن مسائل هذا الحديث أنه يستحب لمن ذهب إلى الصفا أن يقرأ قول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وذلك عند الاقتراب من الصفا في الشوط الأول. وهذا فيه ما تقدم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن ويستشعر ويستحضر أوامره ونواهيه، كما صرح بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به. والذي بدأ الله سبحانه وتعالى به هو الصفا، في قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فتستحب قراءة هذه الآية عند الاقتراب من الصفا في الشوط الأول. وهل تقرأ في بقية الأشواط أو لا؟ ظاهر هذا الحديث أن قراءتها تكون في الشوط الأول، لأن جابر رضي الله عنه لم يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها في بقية الأشواط. ولو أن إنسانا قرأها عند كل شوط فهذا أيضا أمر لا بأس به إن شاء الله، لكن الوارد في حديث جابر رضي الله عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية عند أو قبل أن يبدأ في الشوط الأول، فتكون قراءتها مقدمة للسعي بأشواطه كلها.
من مسائل هذا الحديث أنه يشترط البداءة بالصفا، فلو أن إنسانا بدأ بالمروة فإن ذلك لا يجزئه، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: أبدأ بما بدأ الله به، ولفعله صلى الله عليه وسلم، فقد بدأ بالصفا. وعلى ذلك لو أن إنسانا بدأ بالمروة فإن الشوط الذي بدأ به من المروة إلى الصفا يعتبر لاغيا، وجوده كعدمه، لأن البداءة إنما تكون من الصفا. وهذا هو معنى متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يفعل الإنسان مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من مسائل هذا الحديث أنه يستحب للإنسان أن يرقى الصفا حتى يرى البيت ويستقبل القبلة، لفعله صلى الله عليه وسلم في قول جابر رضي الله عنه: فرقى عليه، يعني على الصفا، حتى رأى البيت فاستقبل القبلة. فدل هذا الحديث على أنه يرقى، وأن هذا الرقي يكون بالقدر الذي يحصل به رؤية البيت واستقبال القبلة. وفي هذا الزمان قد يرقى الإنسان في بعض المواطن ولا يرى البيت، وذلك بسبب وجود البنيان. فالمشروع أن يرقى الصفا ويستقبل القبلة، فإذا رأى البيت فبها ونعمة، وإذا لم يره فالأمر فيه سعة ولله الحمد. وليس من شروط الطواف، ليس من شروط صحة السعي أن الإنسان يرقى الصفا ولا أنه يرى البيت، لكنه لو فعل ذلك فإن هذا حسن لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. من مسائل هذا الحديث أنه يستحب الدعاء بهذا الدعاء العظيم الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فيدعو بهذا الدعاء لثلاث مرات، ويدعو بين كل ثنتين منهما بما يشاء من أمر الدين وأمر الدنيا، فيقوله في المرة الأولى، ثم يدعو بعده بما يشاء، ثم يقوله في المرة الثانية، ثم يدعو بما يشاء، ثم يقوله في المرة الثالثة، وذلك لقول جابر رضي الله عنه: ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات. وينبغي عند الدعاء بهذا الدعاء العظيم أن يستشعر العبد ما فيه من المعاني العظيمة من توحيد الله سبحانه وتعالى وتعظيمه، وأنه عز وجل لا يخلف وعده، كما قال عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكما قال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم. لكن هذا النصر الذي وعده الله سبحانه وتعالى لا يكون إلا لمن يعبده، ولهذا قال:
النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء نصر عبده. فحتى نستجلب النصر لا بد أن نحقق العبادة له وحده سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يعلي شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من مسائل هذا الحديث أنه يجب النزول إلى المروة والسعي إليها، ويستحب المشي إلى أن يبلغ بطن الوادي، وقد كان هناك واد بين الصفا والمروة، فإذا بلغه فإنه يسعى سعيا شديدا ثم إذا انتهى الوادي فإنه يمشي إلى أن يصل المروة. وهذا الوادي كان موجودا قديما لكنه الآن ليس موجودا، وقد وضع لبدايته ونهايته لوحات إرشادية وعلامات خضراء في بدايته وفي نهايته، وهي عبارة عن لمبات خضر تدل على بداية السعي الشديد ولنهايته. وهذا السعي خاص بالرجال، استحباب هذا السعي الشديد في هذا الموطن خاص بالرجال. أما السعي بين الصفا والمروة فهذا واجب على كل حاج رجلا كان أم امرأة، أما السعي الشديد في هذا الموطن الذي بين العلامات الخضر فإنه خاص بالرجال، أما النساء فيمشين فيه كما يمشين في بقية السعي، وذلك لأن المطلوب من النساء التستر، والسعي الشديد ينافي التستر، لأنه ربما سقط بعض حجابها وربما بدت أو برزت بعض مفاتنها أثناء السعي، والمطلوب من المرأة أن تستتر عن الرجال، وهذا مقصود من مقاصد الشريعة العظيمة. ونلحظ أن الله سبحانه وتعالى أمر المرأة بالتستر وشرع لها ترك بعض الأمور المستحبة من أجل تحقيق هذا المقصود، وهو تسترها عن الرجال وعدم إثارة الفتنة بها أو الفتنة لها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق لنساء المسلمين لما يحب ويرضى. من مسائل هذا الحديث أنه يستحب أن يفعل على المروة مثل ما فعل على الصفا، وذلك بأن يصعد وأن يستقبل القبلة حتى يرى البيت. ولم يذكر جابر رضي الله عنه في هذا الحديث ما يقال بين الصفا والمروة، لكن جاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فيؤخذ من هذا أنه في أثناء الصفا، في أثناء السعي بين الصفا والمروة، يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعوه ويكبره ويهلله، ولو قرأ القرآن فهذا حسن، ولا ينشغل عن ذكر الله سبحانه وتعالى بالحديث مع من معه أو بالحديث في الجوال أو قراءة الرسائل أو نحو هذا، وإنما يشتغل
بذكر الله سبحانه وتعالى ودعائه. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للأعمال الصالحة، إنه سميع مجيب.